أبل. شركة أبل هي شركة لصناعة الكمبيوتر والبرامج والإلكترونيات. مبيعاتها السنوية بتعدي ل 32 مليار دولار، وبتعتبر شركة أبل الشركة الأعلى قيمة في التاريخ بقيمة 632 مليار دولار. اتأسست الشركة في إبريل 1976 على إيد ستيف جوبز، ستيف ويزنيك، رونالد ويني، وبدأت الشركة ببيع جهاز أبل 1 واللي كان عامله ستيف ويزنيك، وكان سعر الجهاز وقتها 666 دولار. وفي مهرجان ويست كوست للكمبيوتر سنة 1977 تم عرض جهاز أبل 2، أول جهاز في العالم بنظام تشغيل بواجهة رسومية، يعني إن الأوامر بتدخل للجهاز عن طريق الرسومات، وده بعد ما كانت أنظمة التشغيل عبارة عن كتابة سطور أوامر زي نظام MS-DOS. ظهر كمان نظام جديد لتخزين البيانات وهو الديسك، كان 5.25 بوصة تقريباً، واللي كان اسمه ديسك 2. في سنة 1978 بدأ ستيف جوبز يشتغل على صنع جهاز أبل ليزا، وبسبب خلافات داخلية في الشركة استبعد جوبز من المشروع. وفي 1983 خرج الجهاز للنور كأول جهاز بواجهة جرافيكية بتستخدم تصميمات الجرافيك بشكل قريب من أنظمة التشغيل الموجودة دلوقتي، ولكن المشروع فشل تجارياً بسبب ارتفاع التكلفة. إنتاج جهاز الماكنتوش كان في سنة 1984. إنتاج جهاز الماكنتوش كان لتفادي الخسارة اللي حصلت بسبب جهاز ليزا، وده كان في سنة 1984. في البداية كانت المبيعات ضعيفة بسبب ارتفاع سعر الجهاز، لكن الموضوع اتغير بنزول الطبعة ليزر رايتر وبرنامج بيج ميكر للنشر المكتبي. بعد العديد من السقطات والخسائر اتعلمت أبل الدرس، وأنتجت في 1991 جهاز باور بوك، أول جهاز لابتوب للشركة واللي كان الأساس لشكل اللابتوب. بعد كده بدأت الشركة بتحقيق النجاح في سوق الكمبيوتر، ولكنها فشلت في عدة منتجات تانية زي الكاميرات والتلفزيونات وأجهزة الألعاب. في سنة 1998 نزلت أبل جهازها الجديد آي ماك اللي باع أكتر من 800 ألف جهاز، ورجع الأرباح للشركة لأول مرة من سنة 1993. في سنة 2001 بدأت الابتكارات الجديدة، ونزلت الشركة جهاز تشغيل الموسيقى آيبود اللي باع 100 مليون جهاز في 6 سنين. بعد النجاح الكبير وزيادة أرباح الشركة، اتفقت شركة أبل مع شركة إنتل في 2005 على عقد شراكة لإنتاج أجهزة الماكنتوش، والبروسيسور بتاعها كان إنتل، ونزلت أول جهازين ببروسيسور كور ديو وهما ماك بوك برو وآي ماك. وبسبب النجاح الكبير لمنتجات الشركة بدأ سعر أسهمها يزيد بشكل كبير، ووصل لعشر أضعاف ثمنه ما بين 2003 و2006. في معرض ماك 2007 أعلن ستيف جوبز عن الموبايل آيفون المنتظر، واللي حقق نجاح كبير جداً في عالم الموبايلات، واللي وصل قيمة سهم أبل بعد يومين من عرضه لأكثر من 97 دولار. في أكتوبر 2013 اتفقت أبل مع شركة سامسونج إنها تزودها بأهم مكونات منتجات أبل، وده عن طريق تصنيع البروسيسور A7 الموجود في الآيفون 5S. بعد كده توالت الابتكارات، ونزلت الشركة جهاز الآيباد، أول الأفكار الثورية بالتاتش سكرين. سر تصميم لوجو الشركة يرجع لستيف جوبز اللي كان قضى فترة طويلة من حياته بيشتغل في مزارع التفاح. قرر إن الشعار يكون شجر التفاح،
قاعد تحتها نيوتن. ولأن الصورة كانت غير واضحة في الأول، قرر إنه يغير الشكل أصلاً، خلاها تفاحة بس ومقطوم منها حتة عشان يميزها. شركة أبل اللي بسبب الأفكار المبتكرة والتصميمات الثورية وفلسفتها للتصميم الجمالي وصلت في زمن قياسي لأنها تكون الشركة الأعلى قيمة في التاريخ. اعرف أكتر عن التكنولوجيا وادخل على technology.tv موقعنا على الإنترنت وخد فكرة.